الحمد لله على السلامة يا محمد. أحمد شبكات مظبوط؟ شبكاتي امبارح وقفنا عند الجزء الخاص ببعض المصطلحات البسيطة اللي وما بتتطلب دخلت يعني، أنا الأمس السالفة. عارف ما كنتش موجود لكن الحلقة موجودة على اليوتيوب، اوكي عن السكيل بيلدر زي اختصارات بالوورد بروسيسور دبليو، السبريد شيت اور سبريد شيت اس، ايميل اي، جرافيك جي، داتابيز دي، مالتي ميديا ام، اند براوزر بي. وكان في تمرين بسيط كده وقلنا سهل جدا. التاسك اللي احنا المفروض احنا محتاجين نعمله على الجهاز وايه اللي يقابله من السكيل بيلدر. مثلا لما قلنا رايت اند برنت ا ليتر استخدمنا له الوورد بروسيسور وكان الدبليو هو الإجابة. مثلا sort details or of all videos available for hire on a video shop واخترنا له ال M for multimedia، وهكذا. ده آخر شيء وقفنا عنده امبارح. النهارده بقى ايوه مع آخر أربع أو سبع صفحات في المنهج هناخد حاجات نظرية من الواقع العملي بتاعنا ومش هنتكلم فيها كتير لأن هي احنا عندنا عنها خلفيات، بس يهمنا بعض المصطلحات البسيطة زي مثلا the virtual communication اللي احنا دلوقتي في عصرنا الحالي بنسميها social media. definition of virtual communication: virtual communications encompasses a broad or a broad spectrum of concepts, technologies and practices that are central to our daily lives. For example, in our society today, we can now communicate with a friend or coworker in another country or continent instantaneously. We can earn a college degree or take a continuous learning classes زي اللي حصل دلوقتي احنا مع بعض فيه online with the click of a few buttons. The proliferation of information on communication tools like email, instant messaging, and internet technology has revolutionized the way we work and live. How we use the technologies such as email, collaboration tools, and influence the quality of work we do and can determine our ability to function, and functioning as a verb, as high producing, high performing, or performing workforce. Virtual communication facilitates the ability, وده ممكن يجي في التعريفات يقول لك كده facilitates the ability to know and understand how to access and share information. والمقصود بها ال virtual communication كل ما هو نعم مقصودها ايش اصلا؟ المقصود بها هو ال virtual communication كل ما هو حاليا في عصرنا الحالي ما يسمى تحت وسائل السوشيال ميديا، حط تحتها كل الابلكيشنز اللي انت عارفها، لكن المسمى الافتراضي ليها هو virtual communications لانه هي وسائل تواصل افتراضيه غير حقيقيه. فحتى معظمها، لا اقول كلها، بتبقى تواصل عن مع طرف انت لم تره ولم تتعرف عليه بالشكل الكافي ولم 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 مظبوط. لذلك مظبوط بناء العلاقات في مثل هذه عبر هذه الوسائل بيكون لي او درجات الخطوره فيه بتبقى عاليه بشكل او باخر، ولذلك بيحصل ما يسمى بالهاكينج وما الى ذلك. طيب الكلام ده بيحصل بشكل الكترونيكالي and is a portal through which a world of limitless learning opportunities exists in. وكأنه انت بالضبط كده انت بتوجد فرص لا محدودة من التعامل او من علاقات من العدم. فتلاقي احمد هنا في المملكة واصدقائه موجودين في امريكا وفي نيوزيلندا وفي بلجيكا وفي جنوب افريقيا، هو عمره ما شافهم لكن مشتركين مع بعض في الافكار وفي الاطروحات وفي وما الى ذلك. احمد ممكن من دلوقتي ياخد دوره
ما هو قاعد في بيته زي ما بيحصل حالا، ان احنا بنتكلم مع بعض على مهم. بعد مئات وممكن تصل الى الاف الكيلومترات لو انت هتدرس خارج المملكه كلها اونلاين، وبتاخد شهادات معتمده وما الى ذلك. الاختبارات الدوليه زي مثلا خلينا نقول زي التوفل اي بي تي، هو ما هو الا انت بتحجز على عبر الانترنت وبتدخل في غرفه اختبار مغلقه، وامامك الجهاز، امامك 4 ساعات ونص حد اقصى بتخلص فيه جميع الاسئله، ولا مجال اصلا للغش وخلافه حتى لو كان الاختبار بيتم من بيتك، لان الوقت بيكون ضيق لاقصى ما تتخيل وما الى ذلك. طيب الحمد لله على السلامه يا ابو طالب. الله يسلمك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الجزء اللي اتكلمنا فيه امبارح اللي هو الخاص بالسكيل بيلدر اللي هم الوورد وسبريد شيت والايميل جرافيك داتا بيز مالتي ميديا براوزر، بيرجع يكلمنا عنه تاني مرة تانية ولكن بتفاصيل أكتر شوية، وباستخدام كل واحد منهم. وطبعا انتم ما شاء الله عليكم اغنياء عن التعريف، او العارف لا يعرف كما يقولون، في مثل هذه الامور. الوورد مثلا بيستخدم في السبيل تشيكينج، ستاندرد لاي اوتس فور نورمال دوكيومنتس، هاف سم كاركترز ابير ان بولد برينت ايتاليكس اند اندرلايند، سنتر لاينز وما الى ذلك، اللي هي انتم بتسموها ايه عندكم في المصطلح بتاعكم، التخطيطات اللي بتتم لصفحه الوورد قدامنا بشكل او باخر. مش كده بس، ده هو بيحفظ هذا المستند اللي انت بتعمله ويقدر ان احنا نطبعه، ده من خلال الوورد بروسيسور. مشكورا جزاه الله خير ابو طالب، حول لنا الملف من وورد الى بي دي اف عشان يبقى سهل على الكثيرين انه يفتحه على الجوال. جزاك الله خير يا ابو طالب. فانتقل الى نوع تاني اللي هو سبريد شيتس، اللي بيعمل لنا البادجتس والباي رولز والجريد كالكوليشنز والادرس ليستس، طبعا اشهرهم برنامج الاكسل. الداتابيز بيعمل الممبرشيب ليستس وستودنتس ليستس جريدز ريبورتس انستراكتور سكادجول، اشهرهم على الاطلاق برنامج الاكسس. وده الفرق ما بين الثلاثه عشان نبقى عارفين نتعامل معاه. طيب بننتقل في الصفحه التاليه، احنا خلاص على وشك الانتهاء يعني قدامنا 5 صفحات تقريبا وننتهي المنهج. على شيء يمكن انتوا تبقوا شايفينه كناس متخصصين، والله يا مستر ده يخص البرمجه اكتر، لكن لازم يكون عندنا عنه خلفيه الناس العامه او انتوا كمتخصصين اقرب للبرمجه، وهو ما يسمى ببعض لغات البرمجه السهله والبسيطه. هو بدا بالحاجات اللي انتوا اكيد ما شاء الله عارفينها، زي مثلا HTML. What's HTML? What does it stand for? What are the tags for HTML? Explain different types of HTML tags. What are the purpose of the web browser? وبيساعدنا ويدينا 2 links موجودين. ده اللينك الأول، ده اللينك التاني، نضغط عليهم بيدينا تفاصيل أكتر عن الموضوع. طبعا أنتم ممكن تقولوا إحنا مش متخصصين فمش محتاجين نعرف، كلام منطقي بالمناسبة، ولكن ما ينفعش تبقى انت في نفس المجال بتاع الحاسب الآلي وتصادفك بعد مثل هذه الامور امام العامه وتكتشف ان انت مش عارف، ما عندكش خلفيه ازاي بتفتح صفحه النت او بتبقى عارف اللغه بتاعتها. او بعض بنلاحظ الكلام ده في بعض الوزارات، بتعتمد بعض المتصفحات ليها عشان تفتح ليها بعض الوثائق، فتلاقي مثلا وزاره الداخليه بتعتمد مثلا الايدج مثلا عشان يفتح لها الوثائق بتاعتها كمثال، والناس اللي موجودين في وزاره الداخليه او وزاره الدفاع يصححوا لي اذا كنت مخطئ. جت فتره انك تفتح وثيقه تخص وزاره الدفاع او وزاره الداخليه ما يفتحش معاك متصفح ايدج مثلا، خلاص تفتح كروم ما يفتحش معاك، وهكذا. فلازم انت كراجل متخصص كابو طالب او كاحمد، لما حد من قرايبك يقول لك والله يا ابني انا عايز افتح الملف ده من مبعوث لي من وزاره الداخليه او الدفاع او ما الى ذلك عشان اعبي بيانات، المفروض يفتح معايا. مش معقوله تبقى زيك زي انت ما انتكش خلفيه، لازم تبقى عارف انه هذا الملف امتداده بيقرا ال HTML بتاعه بيقرا على المتصفح الفلاني ولا يقرا على المتصفح الاخر. ده شيء مهم، ده ملخص الدرس اللي قدامنا بالمناسبه يعني عشان ما اطولش عليكم في التفاصيل. تمام. بيبدأ يتكلم في بعض التفاصيل.
زي ال HTML والكود اللي بتكتب بيه، وزي ما قلت لكم هو ده شغل برمجة أكتر، لكن ده ما يمنعش إن إحنا يبقى عندنا عنه خلفية من باب العلم بالشيء. تمام. بعدين بينتقل إلى البراوزرز المتصفحات بقى، وشيء بالشيء يذكر كما يقولون، وبيحكي تاريخ المتصفحات ومتى بدأت وإيه هو المتصفح أصلا. فبيحكي باختصار: A web browser is a software application for retrieving, presenting and traversing information resources on the world wide web. المتصفح في www اللي احنا عارفينه، حكينا عنه قبل كده، ال world wide web، هو ما هو إلا وسيلة أو برنامج software بيستخدم في نقل وعرض وتحويل المعلومات اللي قدامنا وأصول هذه المعلومات للناس المتخصصين كمبرمجين، يبقوا فاهمين اللغة اللي كتب بها هذا الموقع أو هذا المتصفح أو ما إلى ذلك، وفي نفس الوقت الناس العاميين زينا إحنا يبقى عارفين إنه الابليكيشن ده بيعرض من خلاله كذا ولا يعرض من خلاله كذا. ده التعريف الأول. التعريف الثاني ليه an information resource، او التعريف الثاني للشق الثاني من داخله واللي هو الانفورميشن ريسورس، مصدر المعلومات اللي بيكتب. بعضكم ممكن صححوا لي لو كنت انا مخطئ، لما بنفتح صفحه نت في بعض الاحيان ويقول لك ايه افتح المصدر، فتضغط فتلاقي مكتوب كلام غير مفهوم بالمره وتحس انه اشبه باللغه الهيروغليفيه القديمه المصريه، ويقول لك دي اللغه اللي كتب بيها الصفحه، ما بتبقاش مكتوبه بلغه عربي او انجليزي او فرنسي او ياباني او صيني، لا هي في لغه ما بتبقى موجود كتب بيها هذا الاصل او صفحه النت هذه او الويب براوزر ده، وبناء عليه تم عرض المعلومه قدام حضرتك بالشكل ده. لو في خطا في اللي انا بقوله يا ريت تصححوا لي. طيب، an information resource is identified by a uniform resource identifier اللي بيسموه URI، وهيعد علينا واحد تاني شبهه وانتوا عارفينه اسمه URL، لازم نفرق برضو ما بين ده وده. يبقى مرة تانية، ال URI اللي هو Uniform Resource Identifier، محدد مصدر، المصدر العام، يعني المعلومة دي جت لما يجي يقولك مثلا في معلومة نشرها بعض المواقع خبر معين مثلا بأنه ستعود الحياة إلى طبيعتها إن شاء الله في المطارات بتاريخ 17/5 ميلادي مثلا، الموقع مش عارف تقريبا 6 شوال أو شيء من هذا القبيل أو 5 شوال. تمام، في موقع عرض هذا الموضوع، فيبدأوا يحاسبوا الموقع ده لو الجهات المختصة لو هذا الخبر غير منضبط، فيبدأ الموقع يقول لا والله أنا جاي من الموقع الفلاني، يبدأ يدوروا في أصل المعلومة The Information Resource أو تحديد The Uniform Resource Identifier، ويشوف هل فعلا هذا الموقع نقل عن الموقع الآخر ولا لا. هي دي القصة في الموضوع. And maybe a web page, image, video and other piece of content. طيب، نروح لحاجة تانية اسمها Hyperlinks present in the resource enable users اللي كنا بيحكي فيهم شوية easily to navigate their browsers and related resources. A web browser can also be defined as التعريف الثاني دي an application software or program designed to enable users to access, retrieve and view documents and other resources on the internet. ازاي تقدر تتصفح هذه الوثائق والفيديوهات والمصادر من على الشبكة العنكبوتية. طيب، بيحكي لنا بعض المتصفحات والقصص بتاعتهم زي الفايرفوكس وجوجل كروم انترنت اكسبلورر اللي هو حاليا يعرف باسم ايدج، اوبرا، سفاري وهكذا. وبيقول ان البدايه بدات في سنه 90، يعني قبل نهايه القرن الماضي بحوالي 10 سنوات، يعني الكلام ده مضى عليه 30 عام بالتمام والكمال، يمكن بعضكم لم يكن قد ولد يعني والله اعلم. ثم بدات تتاخد بشكل مختلف في بعد حوالي 3 سنين تحديدا، ويتحول الى الشكل اللي احنا ممكن نكون
عندنا عنه خلفيه كسوفت وير، ويدينا حاجه اسمها نتسكيب كبدايات برضو، ثم نروح على حاجه اسمها الموزايك ويب براوزر ده اللي في 93 تحديدا، ثم ينطلق اكتر واكتر في 94 بقفزه، ويروح على 90% من معظم الحسابات اللي على الشبكه علشان يبقى هو المسيطر. في 95 يظهر عملاق البحث الكبير انترنت اكسبلورر، اول ظهور ليه يعني من 25 سنه بس، عشان تعرفوا بس ان التكنولوجيا قد ايه اتطورت، مش هقول في ال 20 سنه اللي فاتت، في الخمس سنين اللي فاتت، اللي هو حاليا معروف باسم ايدج. ثم واحده واحده كده ومن بعيد لغايه 2002 يظل اكسبلورر هو المتصفح المتصدر. مع الوقت وفي 2012 تحديدا بيبدا يظهر لنا متصفحات اخرى زي اوبرا زي كروم، بيبدا يتقاسم القصه. بعدين ما يسمى بالفايرفوكس حاليا بيظهر ايضا في البدايات لكن بشكل غير منضبط. ثم من 2003 تحديدا بيبدا يظهر لنا كافه المتصفحات اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا عارفينها بشكل مباشر بكل اسمائها، وعلى راسهم العملاق الكبير جوجل كروم. فمن 2003 واحنا في 2021 يعني القصه كلها 18 سنه، بس كانت الفكره منضبطه من 2011 الى الان في 10 سنوات فقط. بيقول لك المنافسه بدات تتحول من جوجل كروم او من انترنت اكسبلورر الى جوجل كروم ليظل هو مهيمن على عمالقه البحث بالكامل. صحيح مايكروسوفت حاولت تطور ايدج وتطور فعلا، لكن لم يرقى الى طموحات العملاء كما يقولون. طب ايه وظيفه المتصفح بشكل او باخر؟ بيقول لك the primary process of a web browser is to bring information resource to the user. بس هي الجزئيه الصغيره دي، فلما تيجي في التعريف يقول لك is to bring information to or resource to the user، هنقول هو الويب براوزر ايا كان بقى هو، هل هو جوجل كروم، هل هو مش عارف ايه، هل هو ايا كان المسمى بتاعه. وبناء عليه بيظهر لنا مصطلح جديد اللي هو URL وليس URI. URL this process begins when the user inputs a uniform resource locator. هنا كان uniform resource information صح؟ لا هنا اللوكيتر اللي بيحدد بقى. فنظهر اللغه الشهيره بتاعتنا اللي انتم عارفينها HTTP، هي دي اللي هي حاليا بقت اكثر امانا بوجود S في النهايه HTTPS. ويقول لك هنا الموقع بيظهر بشكل امن او غير امن، وده حتى بدات متصفحات توضح لنا انك لما تفتح مثلا حسابك البنكي عن طريق المتصفح ويديك لون اخضر خلاص يبقى انت حاليا امن من انه يتم اختراقك بشكل او باخر. وتلاقي من قمه الامان في هذا المتصفح انه يبقى لو حصل اي هاك يروح بسرعه يقفل لك الصفحة أثناء التصفح سواء كانت صفحة الحساب البنكي أو خلافه، ويقول لك تم دخول من موقع الفلاني، ويحدد لك اللوكيتر اللي احنا بنحكي عنه من شوية ده، وتبدأ أنت تعمل exit من السيتنجز تدخل مرة تانية بس بشكل غير كامل ومن صفحة شبه خارجية على الموقع، وتدخل وتغير وتعمل exit لكل الانبوت أو اللوج إن اللي أنت عملتها، تبدأ تدخل كلمة سر جديدة وما إلى ذلك عشان يبقى صعب على المخترق إنه يعمل كده. ده المتصفحات الآمنة. مرة أخرى URL the uniform resource locator، أما URI هي uniform resource identifier. برضو ناخد بالنا من القصة دي. والخدعة إنه خدعة كده لغوية، ها إنه حرف ال I capital يبقى شبه حرف ال L small، فاللي مش هينتبه هيعتقد ان دي اي ال عفوا فيختار يو ار ال. خلاص فناخد بالنا كويس من الجزئيه دي، انه في الطباعه دي كابيتال اي اتس ذا سيم لايك سمول ال، فخلي بالكم كلها بتكتب كابيتال ما فيش فيها سمول اصلا، فبالتالي يو ار ال كابيتال ال، يو ار اي كابيتال اي.
ودي ممكن تخدعك في الاختبار من باب التلاعب بالحروف بقى مش بالالفاظ. طب ايه هو يا مستر الاتش تي تي بي اللي انت حكيت عنه من شويه؟ بيسموه هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، بروتوكول نقل النقل الايه النص الاعلى. يعني فكره وظهر كمان الاتش تي بي اس اللي بيبقى فيه اكثر امانا فور سيفتي. يعني انا دلوقتي انا عايز انقل المعلومه من جهازي لجهازك، النقل ده ما بيحصلش كده بشكل عشوائي، لا في بروتوكول معين، طرق معينه بتحدد انه والله لا تمام كده احنا عايزين نصل الى هذا الجهاز لازم زي ما اقول لك باللهجه العاميه بتروح منزل حد معين، بتروح بتخبط على المنزل باب المنزل او بتضغط على الجرس مثلا، بعدين بيفتح لك، بعدين تقف على اليمين الباب مش على شمال الباب، وبعدين بتقول لي انا فلان وبعد وهكذا، دي اسمه بروتوكول معين. نفس الفكره يعني، بحاول ابسطها بشكل او باخر. طيب برضو ما زال بيتكلم في القصه دي. ننتقل الى بعض المصطلحات الاخرى وتعريفاتها زي الابلي والباندويث، الكاش، كوكي، داتا لوجينج، سيمبيد او امبيد سوري، فيلد، جيت واي، جرافيكال يوزر انترفيس، هاردوير، اتش تي ام ال، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، اتش تي تي بي. كل دي مصطلحات انتوا درستوها بشكل او باخر. سؤال اخير عشان هنختم او قبل ما نختم، سواء من لاحمد او ابو طالب، المصطلحات الاخيره دي عدت عليكم بشكل او باخر؟ ايه عدت هذه مالا انتر دولستان مرت عليكم؟ تمام، يبقى انا بسال السؤال ده لسبب انه بس احنا هنجيب مجرد التعريف، مطلوب منك المصطلح بس مش اكتر، يعني انت مش هتكتب، هيبقى التعريف موجود جاهز. وانا مرت علي بس الشباب ما ادري عنهم، مروا عليهم والله. لا طيب ابو طالب شكل ابو طالب مشغول في الدوام او شيء من هذا القبيل. كيف بتجيب صيغه سؤال استاذ؟ نعم، كيف بيجي صيغه سؤال؟ بس التعريف، يعني يجي يقول لك مثلا كمثال ناخذ ايه كم عد علينا كده عشان يبقى سهل. uniform resource identifier ويجيب لك اختيارات url uri بس، فهمت ازاي؟ يجي مثلا تعريف زي ايه، طبعا التعريف هيبقى سهل، computer language used to create hypertext documents، يا ترى HTTP ولا HTML؟ طبعا انت عارف ان هي HTML وهكذا، بس يعني ثلاث اربع كلمات وتحتيها المصطلح باختيار طبعا. مثلا هايبر تكست ترانسفورم بروتوكول، هو HTTP ولا HTTPS وهكذا. اما انه بيدينا تفصيل المصطلح واما يدينا تعريف المصطلح. اعتقد فيها مشكله، ما فيهاش مشكله صح؟ لا لا تمام. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاعنا كامل، وان شاء الله معانا بكره مع الاختبار الشهري اللي هيكون زي ما اتفقنا كله عباره عن اختيارات، وهيكون سهل ان شاء الله ما تقلقوش. ان شاء الله الساعه كم الاختبار يكون استن؟ هيبقى في نفس التوقيت برضه 12 ونص كده، مو بنص ساعه 12 ونص. اوكي، هو 30 نقطه ب 30 درجه ب 30 دقيقه، مش هيبقى فيه كتير ان شاء الله يعني. انا خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حد عنده أي استفسار أو مداخلة شباب؟ يعطيك العافية. تمام، وإياكم حبيبي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.